تفقد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن مطيري مهرجان ومعرض تراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني الذي يتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية تحت شعار عيد وطن بمشاركة محلية وخليجية واسعة، والذي ينظم من خلال فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. وقد أشاد وزير الإعلام والثقافة بالمعرض وما حواه من مقتنيات كثيرة تعبر عن تراث الآباء والجديد، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعملان من خلال استراتيجية فعالة لتكريس الثقافة في البلاد وتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث والتراث الكويتي. وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يتفقد مهرجان ومعرض تراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني الذي يتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية تحت شعار عيد وطن، والذي ينظم من خلال فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتي على طريق الحفاظ على التراث الكويتي والخليجي الأصيل. اليوم أنا سعيد جدا أني أكون متواجد بهذا الحفل المميز. اليوم نستحضر في هذا المعرض مهن آبائنا وأجدادنا وهويتنا الوطنية من خلال التراث والحرف الفنية المتميزين فيها جميع المشاركين. اليوم نشوف العادات والتقاليد وهويتنا خليجية، نعيش أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية. نسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والازدهار في دولة الكويت ويحفظ أهلها تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جابر صباح الله ورعاه. اليوم احنا في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أطلقنا استراتيجية أن يكون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الناظم والمحرك للثقافة، وهذه المساحات المميزة دائما تكون بيئة آمنة وممكنة لجميع الحرفيين ويستحضر هوية آبائنا وأجدادنا. الوزير المطيري يشيد بمعرض عيد وطن وما حواه من مقتنيات كثيرة تعبر عن تراث الآباء والأجداد، مؤكدا أن وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعملان من خلال استراتيجية فعالة لتكريس الثقافة في البلاد وتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الكويتي. نرحب بكم أجمل ترحيب في أكبر معرض مهرجان تراثي حرفي وإبداعي خليجي بحري يقام في دولة الكويت تحت شعار عيد وطن وتراث إكسبو 965 الخليجي والبحري 2. من أهم أهداف هذا المعرض التأكيد على وحدة وأصالة التراث الخليجي، بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المهتمين بالتراث والحرف اليدوية. معرض إكسبو التراثي الثاني عيد وطن رسالة مهمة في تعزيز الجوانب الثقافية والتراثية وتكريس الوحدة الوطنية لتكون في أبهى صورها في نفوس أبناء الكويت في ظل الاحتفال في الأعياد الوطنية. فعيد وطن بوابة لكويت جديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.